لن نعترف بإسرائيل. حركة تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا، لن تهزم أبدا بإذن الله، بل تزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين. رغم الأثمان الباهظة والمروعة التي دفعها الشعب الفلسطيني ودفعتها غزة، إلا أن الكيان الصهيوني فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو الاستراتيجية،